هذه لقطة عادية. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع رياكشن، لكن هالرياكشن راح يكون عن الحدث الجديد في فورتنايت. هذا اللي مكتوب في الفيديو، انا ما ادري صراحه. فقبل ما نبدا المقطع، لا تنسون زر اللايك مثل المقاطع اللي راحت، ما قصرتوا باللايكات، تركوا في القناه خلونا نوصل 500,000 اقرب وقت. وشيء اخير اللي هو الانتساب، انا اعتذر اني اشغلتكم، بس اول رابط في الديسكربشن يشرح لكم الانتساب للي يبغى ينتسب القناه، ثاني رابط هو زر الانتساب نفسه. شكرا لكل المنتسبين باذن الله. فاخر المقطع راح يطلع لكم اسامي المنتسبين حاليا، وباذن الله انهم يزيدون مع الوقت وان شاء الله يزيدون. يعني شيء اخير، خذ شوف VSL 3 حروف. خلونا نبدا. طيب هذا الفيديو قدامنا، راح يجيبنا لقطات، ومن ضمن اللقطات مثل ما قلت لكم الحدث الجديد اللي داخل البحر. فأنا قلت من قبل أو سويت رياكشن من قبل، المكان سري في البحر. حاليا على كلام الفيديو نفسه أن المكان هذا طلع منه نور أو إضاءة قوية، فراح نشوف الحين وراح نشوف كذب أو لا. فبسم الله خلونا نبدأ. هذا كيف شايف الدب ذا؟ حط رأسي في راسي. لحظة، كيف شال الدب؟ صدق ما ادري وشو هذا، اول مرة اشوف الدب هذا. علمونا تحت في الكومنتات وش سالفة الدب هذا. طيب اوه لقطة قديمة، اوكي. انت شفت اللي شفته انا؟ Around the agency. اوكي، they all started to glow. يقول بدا يضيء المكان. شوف كيف المكان هذا محوط، اللي هو the agency، منطقة الوكالة اللي كلها بوتات. شوف كيف الاضاءة حقتها، صار صدق هذا الشيء. لكن متى صار هذا الحدث ومتى بيبدا يصير فيه شيء ما ادري، بس طلع منه شعاع. يعني الصورة يا ساتر وشلون شال دب يا عيال؟ والله يا اخي احس انه رهيب الحركه انك تشيل دب. اوكي طيح عنده. طيب اوه يبغى يطيحه. اوكي شال نص كوب بالغلط، ممتاز يا حظه. كسر بالهيل سنايبر اللي ضده، طيحه. اوكي بعدين اقطعنا الحركة جامدة، والله جامدة، اقسم بالله جامدة يا ساتر. اوكي وش ذا الايم الخربان؟ كنا ايمي. لا بشيله كذا، والله جا شاله بطيارة، بجناح طيارة يا ساتر. اوكي هنشوف في دمج، ما جا ولا دمج. والله يمدي زبن، عندي يزبن فيه احد، بس لايك سينكب شوي. يعني لو تشيل باندج ولا شيء احس انه مكان رهيب والله جد. وهذا هذا متعايش معه، شوفوا كيف جيم عادي. اوكي اذبحه. اوكي طيب اتوقع اوكي دروب لا يكون، لكن بوقف على الطياره. هو قاعد جرقاله، في ناس يطلقون بعيد، بس ما ادري اخوياهم ولا لا. اوه على جناح طيارة يا ساتر يا ساتر، مو بجناح طيارة معليش، على اخر طيارة يا ساتر. كيف وقف دروب؟ كيف بياخذونه اصلا؟ لازم ينزل بالطيارة. اوكي اللقطة هذه ما في اي شيء للحين. طيب ما مدي يتفنش يعني ولا ايش؟ جلتشات هذه النطة وال شو يسمونها اللي زي البونسر هذه، ما تخلص جلتشاتهم. هذا احس انه بيجيب العيد، احس انه بيجيب العيد. اوكي والله طولها وهي قصيرة. طيب هذه لقطة عادية. وات لحظة 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 لحظة، كيف الحظ؟ كيف؟ أنا ما أدري هل هو قاعد يضغط دائما الحركة، كان ميت خلاص. وأقول لقطة عادية بعد،
اوكي ركب فوق الار بي جي. اوكي قد صارت كم مره؟ طيب دمج 27. اوكي بيصير لنفس الحركة. لا والله ما صارت. بيركب معهم. اوكي اتوقع فازوا بالجيم بهذه الحركة. والله ديم والله ديم حركة رهيبة. طيب الدب هذا ما يمديهم يشيلونه او ما يمديهم يكسرونه. ما ينكسروا بس اوكي ينحرق. ما ادري ايش قاعد تسوي ذا. وش تسكن؟ وات؟ وات يسكن؟ والله اشياء غريبة هذا الفيديو، والله جد اشياء غريبة. اوكي. جاي بيشيل مدمج. شيء عادي هذه طيب. هذا يقلد بوتات. يحس بابو. والله ابغى يشيله بعد. اوكي هذه مو شفناها نفس الحركه كيف ما يشوفونه؟ سؤال. هذه اللقطه كني شفتها من قبل. يب كني شفتها من قبل. اوكي بالطياره حسنا بالدمجه او بالطيره. وات وات هذا هاك ولا ايش؟ يا ساتر يا عيال ايش قاعد تصير في اللعبه؟ ما قد صار معي ذي الاشياء يعني. الحمد لله انه مو قاعد تصير معي. طلع له طلع له الدائره. ليش ما بلس 3؟ اوكي هذا بيجيب عيد شكله. والله جاهب اسنان. يا ساتر يا ساتر يا رب. اوكي هذا كيف دخل عنده؟ حظه راح القنبله. طيب دايما الحركة والله رهيب. يا ساتر رمى خوية. والله دايما حركة رهيبة انك تشيل خويك وتروح تنط بالنطيطة هذه. اوكي حاطين لهم اتوقع بلوكات. اوكي اسقف خوية. هذه صارت في الفيديو اللي راح ما انتبهت لها. اوكي ياخذ الدب. ايش صار؟ اوه قاعد ينطط كنا صار صغير. وات صار في دبين يا عيال. اوكي وش سروالي قبل شوي؟ سروال ديد بول. سروال ديد بول ولا تهيالي؟ اوكي هذا اخي اسمه كان ما حد يقدر ياخذ الدروب. ما اتوقع يمديه صح؟ حركه خايسه والله. ها؟ اي هذه الوقفه قد صارت لي صراحه. بس اثنين مع بعض غريبه. ما تدري هم ماسكين اي سلاح. بس قاعد تسمع صوت الماشين يعني شوف كيف. والله شكلهم يخوف والله. اوكي طيب هذا جاب الطيارة. طيب اتوقع انه بيصير شيء في الطيارة نفسها اتوقع. اوكي شال باكس بالغلط اتوقع شكلها حاط لقطة ما ادري والله. اوكي فتح الدروب. طيب الجوال طلق على نفسه. كريتيف هذا بلش. والله لقطات يعني مو مفهومة ابدا كلها محطوطة في الفيديو ما ادري ايش معناها. اوكي كيف طاح؟ كيف طاح؟ قطع محظ الخايس كيف؟ طيب اللي بعدها اتوقع بهيف سنايبر بيشيل واحد. بتصير الحركة بتصير له. نبي اسقع. الله اني داري الله اني داري. هذا في كل فيديو لازم تلقاها. اوكي. هذا قاعد يرقى هاي جراوند الى بكرة.
عشق الهبي. صارت له حركة اللي قبل شوي الأخير، أتوقع أنه من اللاج، أتوقع والله العالم يعني هذه حركة غبية. عموما بس هذا كان مقطع اليوم، إن شاء الله مقطع عجبكم، يا ليت ما تنسون زر اللايك واشتركوا القناة إذا كنتم مشتركين، وإن شاء الله عجبكم الفيديو، أشوفكم على خير.